احنا اساتذة بلحسن بكوج راه عندنا مشكل ان تم استغلال الحاره من المؤسسه ببناء سكنات وظيفيه لصالح مصالح مديريه املاك الدوله، وتم استغلال ملعب للتلاميذ، وحنا عندنا الاكتظاظ وعندنا استاذين تاع رياضه وعندنا المساحه الخضراء. هذه المساحه الخضراء هي التي استغلت وتبنى فيها السكن الوظيفي. دوك حنا ذوك الوليدات هما بيلعبوا 100 الف بنجدوا 4 كلاش بنينا مزمه عيب حرام عليهم راهم يديروا كيما هكا. هذا هو البرنامج تاع سيد الرئيس، هذا هما يقولوا كيما هكا بلي سيد الرئيس هما يبذروا ويحصلوا فيه. اسكو هذه طريقه تبني المجتمع؟ ما تبنيش المجتمع. انا كرئيس فيدراليه نتدد ونطلب سيد الوزيره اي تي انفورمي على سوجي دو بروند لي ديسبوزيسيون نيسيسار. بالنسبه للقوانين اللي جات من عند رئيس الحكومه منذ التسعينات حتى اليومنا هذا، كل الاراضي اللي تكون تابعه المؤسسات التربويه تبقى في مؤسسات التربويه.